قعدة القهوة كتير بدون معنى. الحقيقة بشوف شباب كتيرة جدا في الطلاب أو حدثاء الخبرة بيقعد على القهوة بوقت كبير جدا، بيضيع وقته، بيضيع سنين عمره اللي المفروض يبني فيها نفسه على القهوة. أنا مش ضد القهوة، ولكن حاول إنك تستخدمها أو تقعد فيها بوقت معين ألا يطول هذا الوقت على مساحة كبيرة. ما ينفعش إنك تقعد على القهاوي لوقت كبير جدا، الوقت ده هيستهلك من عمرك، هيستهلك من مجهودك. حاول إنك تكون قعدة القهوة وقت صغير جدا، وقت محدد فيه الأسبوع، مش كل يوم عمال على بطال. حاول إن يكون لديك اهتمام بحاجات أخرى في حياتك، إنك تطور من نفسك، إنك يوم هلعب فيه رياضة، يوم هقعد على القهوة، يوم هتعلم فيه لغة، يوم هتعلم أوفيس، يوم هستغل الوقت فيه تدريب أو أي مكان، أو أخد كورس أونلاين. حاول إنك تستغل وقتك بشكل فيه نوع من أنواع التنوع، وألا تقتصر فقط على فكرة القعدة في القهوة، لأنها مع الوقت بتؤدي إلى مشاكل كبيرة. خلي بالك.